بحضراتكم مرة تانية نروح سريعا لاستاد السلام مع الزميل عمرو مختار في ضيافته الكابتن طارق مصطفى المدير الفني للبنك الأهلي، نشوفه ليه بعد لقاء اليوم ونرجع لحضراتكم تاني. بقول الحمد لله والشكر لله. الأول الحمد لله، تعبنا بصراحة الفترة اللي فاتت، التوفيق ما كانش محالفنا في المباريات اللي فاتت، ولكن الحمد لله التوفيق جالنا النهاردة. يمكن مباراة المقاولين مباراة مش بثلاث نقاط، مباراة بست نقاط، مباراة صعبة، احنا الاثنين كسبانين المباراة الأخيرة، فصعوبة المباراة هنا خاصة كمان ان هم الشوط الاولاني كانوا متقدمين 1-0، ولكن بقول يعني اللعيبة اجتهدت الشوط الثاني بصراحة. الشوط الاولاني بكل امانة في حاجات كتير ما تنفذتش، وده اللي خلاني عصبي عليهم بين الشوطين، ولكن الحمد لله الشوط الثاني كانوا رجاله وكان عند حسن الظن، عشان كده ربنا كافئنا الحمد لله. كان سعينا ان احنا قبل التوقف ان احنا ناخد ثلاث نقاط، عشان دايما احنا بقالنا فتره كبيره جدا في المركز الاخير فشكلنا مش حلو، خاصه ان اداره البنك الاهلي اداره محترمه جدا، وكل اللي شغالين في البنك الاهلي بصراحه الامكانيات اللي موجوده ما تستحقش ان احنا نبقى موجودين في المكانه دي، ولكن بقول الحمد لله والشكر لله في الاول والاخر عام توفيق ربنا سبحانه وتعالى. متوقع ان كعود يجيب هاتريك النهارده؟ بص، هو انا عندي ثقه في كل اللعيبه بصراحه، كعود من اللعيبه اللي بتتمرن كويس، كعود من افضل اللعيبه هو وعاصم، كل اللعيبه الكبار اللي موجودين بامانه الله الحمد لله والشكر لله، مش عايز انسى حد، حتى محمود السيد المصاب، كل اللعيبه بصراحه من اول ما جيت بصراحه متنفس بتتمرن في احترام غير عادي، اوضه اللبس الحمد لله الحمد لله والشكر لله كلها في احترام وحب، والناس شايفه يعني التوفيق بيجي لك من الجزئيه ديت. لازم انت كمدير فني دي بقى لازم تسيطر على اوضه اللبس، كلهم جبل ببارك له طبعا على المنتخب الحمد لله والشكر لله، صار مستوى كويس قوي الفتره الاخيره ديت ساعه ما اشتغلنا مع بعض. فاللي عايز اقوله لك الحمد لله، هو في الاول والاخر كره القدم توفيق من ربنا، هو التوفيق اللي حالفنا ما حالفناش في مباراه الاسماعيلي ما نستحقش الخساره، ولا مباراه الجونه ما نستحقش الخساره، بس الحمد لله والشكر لله كل الشكر.